وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة أحمد حامد لملس، وزير الدولة محافظ العاصمة عدن. أهلا بك معنا سعادة أحمد معنا في هذه النشرة، ونشكر لكم أن خصيتنا بهذا اللقاء أو الحوار. أبدأ معك سعادة الوزير، إلى أين وصلت الترتيبات والتحضيرات لاستيعاب 80 منحة دراسية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لخريجي الثانوية العامة في عدن وشبوة وحضرموت؟ مرحبا فيك، وجميل أن تسلطوا الأضواء على هذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات التي ليس بجديد عليها دعمنا سواء في قطاع التعليم أو في قطاعات مختلفة ومجالات أخرى في إطار المحافظات المحررة. ونحن اليوم اجتمعنا على مع الأخوة المحافظين، محافظ حضرموت ومحافظ شبوة ورئيس الجامعة حضرموت وعميد كلية العلوم الصحية، ناقشنا موضوع كيفية الشروط اللي تتطابق مع جامعة حضرموت، ناقشنا أيضا كيفية ترفع الطلبات، عملنا آلية توقيع الاتفاقية مع الجامعة، وسنبدأ بإذن الله بآلية كل في محافظته لرفع هذه الكشوفات إلى الأخوة في رأس الجامعة. الأمر المهم أنه هذه التأهيل لمدة 6 سنوات دفعة متكاملة متنوعة في مجال الطب البشري، الصيدلة، المختبرات، في كلها واقع مهم وغير عادي. أيضا الاختلاط المجتمعي والتجانس بين مجموعة من عدن مع شبوة وحضرموت في إطار جامعة حضرموت بكلها تفاعل، وبإمكان أنه هذا يشتغل هنا وهذا هناك ونشكل تغطية العجز أينما وجد في إطار محافظتنا. طيب سعادة الوزير، كيف سيكون تقسيم هذه المنحة على عدن وشبوة وكذلك حضرموت، وما هي المعايير التي من خلالها يتم اختيار الطلبة لهذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات؟ هناك معايير فنية أكاديمية حددت الأخوة في الجامعة، حددوا المعدل القبول وحددوا أيضا سن الثانوية العامة بحيث أنه لا يكون قد تجاوز سنوات كثيرة، يعني تعتبر في حكم الأكاديمي غير صالحة للتعاطي في المجال العلمي. أيضا حددوا اشتراطات فنية أكاديمية يطلبوها بشكل عام، لكن في الأساس أنه نحن على أبواب عام دراسي. المنحة المكرمة الذي قدمت من دولة الإمارات هذه بتجعلنا سريعين في التجاوب بحيث نلحق بالركب العلمي ويستطيعوا أنهم بداية سبتمبر يكونوا في إطار الجامعة ويواكبوا زملائهم. وست سنوات مش عادي، موضوع 6 سنوات دفعة كاملة. طيب سعادة الوزير، إلى أي مدى دعم العملية التعليمية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة يساهم في تطوير عملية التعليم، وأيضا يساهم في تطوير الطلاب لينعكس ذلك بطبيعة الحال على المجتمع بشكل مباشر؟ لا بالعكس، الدعم العملية التعليمية هو موضوع مهم لكي تبني مجتمع. أنت يجب أن تهتم بالجيل وبالتعليم، وبالتالي دولة الإمارات أول من أسهم في إعادة المدارس في عدن بعد حرب واجتياح ميليشيات الحوثي في 2015. بالتالي قام الهلال الأحمر الإماراتي بعد ترميم وعد تشغيل المدارس وصيانتها بل وبناء كثير من المدارس، وكان له دور فعال، وهذا الأمر لا ينكره لك أحد، وكان لهم دور في موضوع الأثاث المدرسي، الوسائل التعليمية في فترة من الفترات كان من عادها إلى العمل هي الهلال الأحمر الإماراتي، وكان له دور غير عادي. واليوم يواصل المشوار البرنامج السعودي في بقية المدارس، وهذا يعني نحن نعتبره رصيد ودين عندنا لا ننكره على الإطلاق لدولة كريمة شقيقة من دولة الإمارات. طيب في سياق آخر سعادة الوزير، وفي نفس العملية التعليمية هناك إضراب عام من قبل المعلمين في عدن، ما هو دوركم في السلطة المحلية لإنهاء هذا الإضراب وحل هذه المشكلة، كون المتضرر بطبيعة الحال هو الطالب؟ نعم حقيقة هذا موضوع يخص المعلمين بشكل عام،
وليس في عدن خاصة، ولكن نحن سعينا جادين مع الأخوة في وزارة التربية في وزارة الخدمة المدنية على إصدار الفتاوى وإخراجها من الأدراج. وفعلا الأخوة في وزارة الخدمة المدنية مشكورين، تم إنجازها، الآن يتم إنجازها من المالية قريبا. لنا لقاء يوم غدا إن شاء الله مع الأخوة في نقابة المعلمين بإذن الله، لا نستبق الأحداث، سنخرج معهم مخرج طيب ومشرف يحافظ أيضا على كرامة المعلم الذي هو في حقيقة الأمر يعاني كثيرا، لكن أي معاناة لا تعني أنه يترك المدرسة ويترك الطالب وأبنائه بدون معلم. سنخرج معهم إلى اتفاقيات يحافظ على حقوقهم، وأيضا أولا وأخيرا يهتم بموضوع الطالب وعدم تعطيل العملية التدريسية التعليمية. نعم، كان معنا من عدن عبر الهاتف سعادة الوزير أحمد حامد لملس، وزير الدولة محافظ العاصمة عدن. شكرا جزيلا لكم.